قالت صحيفة القدس العربية عن مصادر لم تسمها أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يحمل خريطة طريق للرياض تبحث تسوية لقضية اغتيال خاشقجي وإفراجا عن المعتقلين ومستقبل ولي العهد. وتتجلى الحلقة الأولى في الاعتراف بارتكاب موظفين أمنيين سعوديين الجريمة بطريقة غير متعمدة، ثم محاولة تغييب جثة خاشقجي للتغطية على الجريمة. وتتجلى الحلقة الثانية باتخاذ السعودية إجراءات للإفراج عن المعتقلين السياسيين، خاصة ناشطي المجتمع المدني. وتبقى الحلقة الثالثة وهي الأصعب، وهي مناقشة مستقبل الأمير محمد بن سلمان، لأنه سيكون من الصعب قبول المجتمع الدولي توليه العرش بعد المغامرات التي أقدم عليها خلال سنة واحدة فقط كولي للعهد. فكيف ستكون النتائج لو استلم الحكم كملك؟ كتب جورج مالبرونو في صحيفة لوفيغارو الفرنسية أن السعودية بصدد البحث عن كبش فداء في قضية الصحفي جمال خاشقجي. وقال الكاتب إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان كان سيجد نفسه على الهامش إذا تأكدت فرضية الاغتيال، مضيفا أنه أيا كان المخرج من هذه القضية فسيكون لها ما قبلها وما بعدها. ونقل الكاتب عن مصدر بالرياض وصفه بالمطلع على الشؤون السعودية القول إن مماطلة الرياض تعود إلى بحثها عن كبش فداء كأن يكون طرفا معاديا لولي العهد ويريد زعزعته فيما يشبه الانقلاب، لكن هذه الفرضية تحتاج وقتا ويجب أن تصاغ بشكل يمكنها من الصمود، ما يفسر التأخر السعودي في توضيح الأمور. وينقل مالبرونو عن رجل أعمال فرنسي في السعودية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبالنظر إلى ما في يده من أدلة، يمسك بمسدس في صدغ محمد بن سلمان. أكدت مصادر رفضت الكشف عن اسمها لموقع عربي 21 أن هناك قرارا بالإطاحة بوزير الداخلية السعودي عبد العزيز بن سعود بن نايف وبرئيس المباحث العامة عبد العزيز بن محمد الهويريني. وأشارت الصحيفة إلى تقارير إعلامية أمريكية عن أن السعودية تعد تقريرا تعترف فيه بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي نتيجة تحقيق جرى بشكل خطأ. نقل موقع عربي بوست عن مصدر خاص أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز سيستقبل الليلة أفرادا من عائلة الصحفي جمال خاشقجي باعتبارهم أولياء الدم. وأوضح المصدر أنه من المتوقع أن يتعهد الملك لعائلة خاشقجي بمتابعة الملف بنفسه.